أعزائي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد من لقاءات اللغة العربية مع درس القراءة في الوحدة الثالثة بعنوان المشروعات الصغيرة. يا ترى إيه دور المشروعات الصغيرة وإيه مفهومها؟ إيه دورها في تحريك الاقتصاد، في تحويل الدول؟ يا ترى بتقدم إيه للدول النامية؟ بتقدم إيه للدول المتقدمة؟ تجارب بعض الدول الآسيوية مثلا؟ تعالوا نشوف مع بعض، نستعرض الموضوع. الفكرة الأولى، الدور الاقتصادي للمشروعات الصغيرة. تؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما في الاقتصاد الوطني لكثير من الدول النامية والمتقدمة، ولقد حققت بعض الدول الآسيوية إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة، مما حولها من قوى استهلاكية إلى قوة خلاقة منتجة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة، مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتلائم مع وفرة الأيدي العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، كالصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية، والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. نتعرف على بعض اللغويات التي جاءت من خلال الفقرة السابقة ثم نتناول الشرح. كلمة النامية، الساعية نحو التقدم. كلمة هائلة، كثيرة، والمضاد قليلة. العقود، المفرد عقد وهو 10 أعوام. خلاقة بمعنى مبدعة، والمضاد تقليدية. الخامات، المواد قبل التصنيع، والمفرد خامة. تتلائم، تتسق وتنتظم. تلبي أي توفر. كلمة التصدير، عكسها الاستيراد، تصدير وإخراج البضائع للخارج والاستيراد العكس. أبنائي الطلاب، في البداية المقصود بالمشروعات الصغيرة هو مشروع له قابلية للنمو، يبدأ صغير ثم ينمو، ويعتبر صغيرا مقارنة بغيره من الشركات في ذات السوق. عمليات محدودة ضمن نطاق جغرافي صغير، ممول من قبل عدد بسيط من الأفراد أو فرد واحد. والمشروعات الصغيرة لها دور اقتصادي في كثير من الدول المتقدمة والنامية، فبفضلها تحولت بعض الدول الآسيوية من دول استهلاكية، يعني تستهلك منتجات فقط، إلى أن تكون دول منتجة، مبدعة، مبتكرة، أساليب تكنولوجية حديثة تتناسب مع وفرة الأيدي العاملة، لأن المشروعات الصغيرة رأس مالها لا يكون كبير، فتعتمد على أيدي الأفراد لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية، مثل الصناعات النسيجية والغذائية والمعدنية، والتي توفر احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج. نتساءل بعض الأسئلة حتى نعرف ماذا فهمنا. السؤال الأول، ما نتيجة اهتمام الدول الآسيوية بالمشروعات الصغيرة؟ طبعا الفقرة تقول أنها تحولت من دول استهلاكية إلى دول منتجة خلاقة، بمعنى أن المشروعات الصغيرة تنتج إنتاج يكفي السوق المحلي، وبدأ يصدر للخارج، وبدلا من أن يشتروا هذه المنتجات بالأموال أصبحوا يحصلون على الأموال من إنتاج اليدوي من خلال المشروعات الصغيرة التي بدأت عندهم. السؤال الثاني، اذكر بعض المنتجات المتميزة والمعروفة التي تشملها المشروعات الصغيرة. بالفعل السلع الغذائية والنسيجية والمعدنية هي من أوائل المشروعات الصغيرة التي يهتم بها الأفراد. أحسنتم طلاب الأعزاء، ننتقل إلى الفكرة الثانية وهي بعنوان
المشروعات الصغيرة وعلاقتها بالصناعات التقليدية. مشروعات صغيرة علاقتها بالصناعات التقليدية. تشكل الصناعات التقليدية مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي المتطور الحي. كلمة التقليدية هنا بمعنى التي تعود إلى التقاليد والعادات الموروثة عن الشعوب مثلا في مصر، الذي يتمثل في إنتاج العديد من المنتجات المتميزة في الزخرفة مثال خان الخليلي مثلا والأعمال اليدوية، النقش والمعادن، الفخار، الجلود، المفروشات القطنية والصوفية، المصنوعات الخشبية والصدفية والرخام ومواد البناء والملابس التقليدية والصناعات التطريزية الحريرية، كلها تعتمد على أعمال يدوية وتكون في مشروعات صغيرة، كما أكدت على الدوام وجودها ومكانتها خارج البلاد من خلال منتجاتها التي كانت وما زالت تسوق في عدة أقطار أجنبية أوروبية وعربية. الملابس والأعمال اليدوية التي تعبر عن الثقافة المصرية والتقاليد المصرية القديمة والبيئات المصرية المتنوعة. كلمة التقليدية بمعنى المألوفة وعكسها المبتكر، المتطور المتغير تدريجيا ويكون للأفضل، الفخار أوان تصنع من الطين وتحرق، تسوق أي تباع والمراد تعرض في الأسواق، أقطار المراد بلاد والمفرد قطر. أعزائي الطلاب، بعد قراءة الفكرة الثانية نلاحظ أن الصناعات التقليدية تمثل مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بميراث مصر الشعبي المتجدد، والذي يتمثل في إنتاج الكثير من المنتجات المتميزة في مختلف الصناعات مثل المعادن والفخار والمفروشات القطنية والصوفية والجلود والرخام وغيرها. ولقد أكدت هذه المشروعات وجودها ومكانتها أيضا خارج البلاد من خلال المنتجات التي تباع في عدة بلاد عربية وأجنبية. كما تعودنا بعد كل فكرة نسأل لنقف على نقاط الفهم. السؤال الأول، وضح أهمية الصناعات التقليدية. بالفعل تشكل الصناعات التقليدية مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة. أين تباع هذه المنتجات؟ في عدة أقطار عربية وأوروبية. أحسنتم، هيا بنا إلى الفكرة الثالثة، مزايا المشروعات الصغيرة، وهي تمثل نشاطا اجتماعيا ظل يحتفظ بمكانة خاصة سواء بالنسبة للحرفيين أو المواطنين المستفيدين من منافعها، أو بالنسبة للدولة التي حظي لديها هذا النشاط بتقدير خاص ومتميز لما يؤديه من وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية وامتزاجه بمختلف مظاهر الحياة والعمران وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة دخل الأفراد وتحسين المستوى الاقتصادي وكيفية التنمية الاجتماعية. هيا بنا نستعرض اللغويات. كلمة متميز بمعنى متفرد، امتزاجه اختلاطه والمضاد انفصاله، العمران مضادها الخراب. الآن أبنائي الطلاب، بعد قراءة الفكرة السابقة نرى أن الصناعات التقليدية تمثل نشاطا اجتماعيا خاصا بسبب ما تؤديه من وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل. وكما تعودنا بعد كل فكرة نسأل لنقف على ما نجحنا في تحصيله. هات مرادف كلمة التقليدية ومضادها.
نعم، مرادف التقليدية المعتادة والمألوفة، أما مضادها فبمعنى المبتكرة. تساعد المشروعات التقليدية في توفير فرص، نعم أحسنتم، فرص عمل. أحسنتم أيها الطلاب، إجابتكم رائعة. هيا إلى الفكرة الرابعة، خصائص وأصناف المشروعات الصغيرة. من مميزات المشروع الصغير أنه صغير الحجم ولا يحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء نشاطه، ولا يحتاج إلى تمويل كبير، كما أن عدد العاملين في هذا المشروع قليل، وحجم رأس مال المشروع صغير، ونشاط المشروع ونطاقه الجغرافي محدود، ويعتمد على تكنولوجيا بسيطة عند بدايته، ويساعد على إيجاد التوازن الصناعي بين الحضر والريف، وتسهم المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب وتوظيفهم، وبالتالي تسهم في حل مشكلة البطالة. ويمكن تصنيف المشروعات الصغيرة إلى مشروعات إنتاجية، ومشروعات خدمية، ومشروعات تجارية. الآن نستكمل بعض معاني الكلمات. خصائص بمعنى صفات تميز الشيء. تمويل تقديم ما يحتاج إليه من أموال. الحضر يقصد بها المدن. تسهم بمعنى تساعد. تصنيف بمعنى تقسيم. لاحظنا أعزائي الطلاب أن من مميزات المشروع الصغير أنه صغير الحجم ولا يحتاج إلى تمويل كثير، وعدد العمال فيه قليل، ونشاط المشروع ونطاق توزيعه محدود، كما أن التكنولوجيا المستخدمة بسيطة عند بدايته، ويساعد المشروع الصغير على إيجاد وتوفير التوازن بين المدن والريف، كما يساعد في حل مشكلة البطالة. وقد قسم الدرس المشروعات الصغيرة إلى ثلاثة أنواع: مشروعات إنتاجية، مشروعات خدمية، مشروعات تجارية. وكما تعودنا بعد كل فكرة نسأل لنقف على ما نجحنا في تحصيله. ما الأصناف الثلاثة للمشروعات الصغيرة؟ نعم، إنتاجية، خدمية، تجارية. لماذا تعد المشروعات الصغيرة مهمة؟ لأنها تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. أحسنتم أيها الطلاب الأعزاء، والآن مع الفكرة الأخيرة، ضرورة تنمية قدرات رجل الأعمال الصغير. من المهم إعداد وتنمية مهارات رجل الأعمال الصغير، أن يقوم بمشروع صغير يسمى رجل أعمال للأعمال الصغيرة، بما يجعله قادرًا على إدارة مشروع صغير بكفاءة وفاعلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وإيمانًا بأن هذه المشروعات الصغيرة تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. إن الزيادة السكانية وضرورة خلق فرص عمل للشباب تتطلب ضرورة التوسع في الصناعات الصغيرة لما لها من عائد اقتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر. والآن بعض اللغويات: مهارات، قدرات، عائد بمعنى ربح، والجمع عوائد. من الضروري أيها الأعزاء إعداد وتنمية مهارات رجل الأعمال الصغيرة، بما يجعله قادرًا على أن يدير مشروعه بكفاءة في ظل التغيرات الاقتصادية على مستوى العالم، لأننا نؤمن بأن هذه المشروعات الصغيرة هي البذرة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. وبسبب الزيادة السكانية فمن الضروري توفير فرص عمل للشباب والتوسع في الصناعات الصغيرة
لأن لها عائدا اقتصاديا مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر. هيا بنا إلى الأسئلة. السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. المشروعات الصغيرة تحتاج إلى تمويل كبير. إجابة خاطئة، تحتاج إلى تمويل رأس مال صغير. مشكلة البطالة يمكن حلها عن طريق المشروعات الصغيرة. إجابة صحيحة. هبط مستوى التنمية في الدول الآسيوية بسبب المشروعات الصغيرة. بالعكس، إجابة خاطئة. تمثل المشروعات الصغيرة نواة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر. إجابة صحيحة. لا يجب إعداد رجل أعمال المشروعات الصغيرة. بالعكس، إجابة خاطئة. السؤال الثاني أكمل. المشروعات الصغيرة تساعد على توفير، نعم، فرص عمل للشباب. يحتفل العمال بعيدهم فيه، نعم، الأول من مايو من كل عام. تحدث المشروعات الصغيرة توازنا بين الحضر والريف. مع أطيب التمنيات لكم بالنجاح والتفوق الدائمين، كان معكم أستاذ محمد عزوز، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.